نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في ثاني فقرات برنامجنا الحوارية لهذا اليوم من نهار جديد. فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها بعنوان ترشيد وإدارة استخدام المياه في الزراعة، مما لا شك فيه دور كبير بتبذير الدولة المصرية وتحديدا مؤخرا في ترشيد واستهلاك المياه، ومن شأنها طبعا تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة، لأن طبعا في ظل الزخم العالمي وأيضا يعني التحديات في المياه العالمية، واجب علينا إحنا كمان كدولة إن إحنا نرشد استخدام المياه ونستخدم كمان الطرق الحديثة في الزراعة اللي بتوفر لنا كميات كبيرة جدا من المياه، وفي نفس الوقت بيبقى ليها جدوى كبيرة جدا في المحاصيل الزراعية المختلفة من تحقيق الإنتاجية وأيضا الحفاظ على إهدار المياه دون استفادة. عشان كده النهاردة في تفاصيل في غاية الأهمية لازم نتكلم فيها حول هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور محمد أمين مرواد، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث. برحب بيك يا فندم ومحاضرتك واسره البرنامج يا فندم. تحياتي لك. شكرا يا فندم. دكتور، خلينا نتكلم في البدايه عن مصادر المياه عندنا في مصر، هنا عباره عن ايه؟ هو طبعا سعادتك قبل ما اتكلم عن مصادر المياه حضرتك، نعم، انت عارف حضرتك ان العالم تقريبا كله فيه حجز مائي، مساحه المياه تمثل من مساحه المياه من الكره الارضيه تمثل 71% من اجمالي الكره الارضيه. 71% 97% من هذه النسبه فقط تصلح للاستخدام، 1% منها بس هو فوق سطح الارض ويستخدم للاستهلاك الدائم او الشرب وكده، 2% غير متاح في صوره انهار مجمده او في المياه الجوفيه العميقه الغير متاحه. فنجد ان الماء سبحانه وتعالى مكون اساسي، وربنا عز وجل قال في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال تعالى ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا المكون عظيم له قيمة وهو الحياة، وهو يمثل الروح بالنسبة للجسد. فحضرتك نجد أن مشكلة أن الزراعة بالنسبة حضرتك لعندنا المشكلة في الزراعة في مصر ليست مشكلة عجز مائي أو فقر مائي مؤقت، ولكن كمية الموارد ثابتة، كميه الموارد المائيه عندنا ثابته حضرتك، في حين ان الزياده هناك زياده سكانيه، هذه الزياده السكانيه والتضاعف السكاني السنوي يتطلب هذه التضاعف الى زياده مساحه الرقعه الزراعيه. صحيح. عندنا حضرتك المتوسط الاحتياج الفرد الواحد العالمي 1000 متر مكعب ميه، في حين مصر عندنا 600 متر مكعب ميه للبني ادم، عندنا للواحد بس 40 متر مكعب ميه عجز. اذا احنا عندنا عجز حوالي ما 25 30 مليار متر مكعب ميه كي نستفي احتياج الانسان انتاج له الغذاء كاملا من غذاء ولحم وما الى ذلك حضرتك. اذا احنا امام مشكله ان احنا في السنوات ما قبل 15 او 90 و2000 وما الى ذلك، اي نعم الزياده مستمره، ولكن لما هناك استراتيجيه وتخطيط واليات للتغلب على العجز في الماء. بالنسبه لسؤال معاليك، سؤال كويس جدا، انه حضرتك مصادر المياه المتاحه في مصر، المصدر الرئيسي للمياه هو نهر النيل. نهر النيل يمثل 55% 55.5 من 10 مليار متر مكعب، ويمثل هذا 79.3% من اجمالي الموارد المائيه المتاحه في مصر. وهذا دي اكبر الحصه ثابته لم تتاثر، ولكن المشكله زي ما قلت سعادتك الزياده السكانيه تاني حاجه المياه الجوفيه، المياه الجوفيه كانت قديما يستخدم من حوالي 20 سنه 3 مليار متر مكعب، حاليا 6.1 من 10 مليار متر مكعب. المصدر الثالث المياه الصرف الزراعي 12 مليار متر مكعب، يعاد استخدام منها 5.7 من 10 مليار متر مكعب في الزراعه، وهذا رقم لا يستهان به. المصدر اللي حضرتك بعد كده مياه الامطار، مياه الامطار لا تحال هناك نسب متفاوته في تحديدها، ولكن النسبه التي يستفاد او الكميه التي يستفاد منها في نطاق الزراعه هي الكميه التي تسقط من الامطار على مياه الدلتا والاراضي القديمه 1.3 مليار متر مكعب. مياه معالجه مياه الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي تمثل 2.5 مليار متر مكعب يستخدم منها بعد المعالجه، حضرتك 1.3 مليار متر مكعب. اذا حضرتك كلها مصادر، بجانب ان الدوله حديثا اتجهت ان هي تعمل معالجه تحليه مياه البحر تقدر ب 1.3 مليون متر مكعب. ابرز التحديات اللي بتواجهنا احنا في ملف المياه يا دكتور من وجهه نظر حضرتك؟ هو احنا حضرتك احنا امام فجوه كبيره، مشكله زياده سكانيه، موارد مائيه ثابته. فترة من التسعينات والألفين كان هناك تجاهل لترشيد وإدارة استخدام المية وحسن التوظيف المية في أماكنها، وكل هذه القضايا تراكمت إلى هذا الوقت، لكن الدولة قامت بحلول مقترحة وجادة وتحديات ويعني من حد من هذه المشكلة، ويعني عدد إيه يعني سبق الحاضر، يعني عدد دلوقتي في صراع.
من اتحاد الامد بقى الدوله بعض البنود زي حضرتك معالجه مياه الصرف الصحي. عندنا المشروع القومي الكبير العظيم اللي هو صرف معالجه الصرف الصحي الماء البحر البقر. المشروع بيقام على 155 فدان حضرتك بقيمه من 20 مليار جنيه. هذا المشروع من الجنوب الشرقي لقناه السويس الى الجنوب من بورسعيد بطول 27 كيلومتر. انت واخد بال سعادتك بطول 27 كيلومتر. هذا المشروع يوفر لي 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهذا يكفي لزراعه 476 الف فدان في سيناء. اذا عندك حضرتك المعالجه هي افادتني اضافه قيمه مضافه من الارض 476 فدان كانت لم تزرع من قبل. عندنا حضرتك الدوله اتجهت الى تحليه مياه البحر المتوسط. التحليه بدا المشروع حضرتك يعني 1.3 مليون متر مكعب، المستهدف منه في 2030 يبقى 1.5 متر مكعب مش مليون، ثم تضاعف الى 3 مليار في 2037 ان شاء الله، وهذا المستهدف. اللي ان حضرتك ان الدوله اتجهت يعني حضرتك يعني بجانب التحليه المشروع الضخم العظيم، هو انا شايفه المشروع من اكبر من نوعه في جمهوريه مصر العربيه وربعها منذ فجر التاريخ، اللي هو التبطين الترع والقنوات اللي على مستوى الارض القديمه والدلتا، سواء الدلتا الوجه بحري او صعيد. المشروع تكلف على الدوله 80 مليار، لا تنخض من هذا الرقم، ولكن انظر ما قيمه الفايده من هذه التكلفه. ايوه ال 80 مليار دول ان هو تبطين ترع وقنوات بعمق 20000 كيلومتر. 20000 كيلومتر طبعا عدم تبطين الترع والقنوات سيد الفاضل يتجرب عليه 2.3 فقد من المياه الترع والقنوات نتيجة البخر أو التسييد. أضف إلى ذلك نمو بعض الحشائش والنباتات المائية التي تفقد أثناء نموها 7 مليار متر مكعب. إذا نحن أمام 3 مليار متر مكعب فقد ماء ثانوي. ال 3 مليار دول كافلين أن يزرعوا سعادتك 1.5 فدان ينتجون متوسط 5 مليون طن. إذا لا تستهين بهذا الرقم أو بهذا سعادتك المشروع العظيم. طيب شايف يعني الطرق المثلى لترشيد استهلاكنا من المياه وتحديدا في عمليه الزراعه يا دكتور ممكن ايه واهم النصائح اللي ممكن نقدمها لاخواننا المزارعين في هذا الامر؟ هو احنا حضرتك احنا يعني قبل ما نقول لحضرتك برضك نستكمل حته الدوله ان هي حضرتك لها سياسه وبعد سياسه مائيه. ايوه ان الدوله بدات تمنع زراعات التي الغير الزراعات الغير استراتيجيه. أيه. يعني بخلاف القمح والذره ان هي تحد من زراعتها وتبقى زي مثلا محصول المستهلك الماء محصول موز. محصول موز شره للماء يستهلك واحد فدان موز 12000 متر مكعب ماء سيادتك. ال 12000 مصر تزرع ما يقرب من 100000 فدان موز يستهلكوا 1.2 مليار متر مكعب. يزرعوا حضرتك حوالي 400 ل 500 فدان قمح. عندنا الواحد كيلو قمح سعادتك يستهلك من 1.7 لواحد كيلو لكيلو المتر مكعب ميه. يعني واحد فدان موز حضرتك يزرع من 4 لـ5 فدان قمح. اذا احنا في الحته ديت ان احنا نمنع الدوله فعلا منعت زراعات الحديثه من موز والابقاع اللي هو مجري. لكن هناك رؤية للبلد إن هو السياسة المائية المصرية الجديدة إن أنا محصول زي دوت غير استراتيجي أنا مبدئيا أستورده، ثم في بعد ذلك من خلال السياسة الخارجية للبلد مع علاقتها مع دول حوض النيل إن أنا أزرع الموز المساحات النباتات الشرهة أو التجارة العالية من الماء تزرع هذه النباتات في حوض دول حوض الدول النيل. وبناء عليه انا ما وهناك من خلال مستثمرين مصريين الدوله تشجعهم ان هم بالتعاون مع مستثمرين على ان يكون هناك اتفاقيه ان يزرع الموز في حوض دور حوض النيل وان يسوق داخل مصر. بعد الاتفاق الذاتي حضرتك يبقى يصدر هذا المنتج، وبالتالي انا استوردت بطريق غير مباشر 1.2 مليار متر مكعب ميه اضافه الى مصر. لو يعني انا لما اصدر حضرتك المنتج الباقي من خلال مصر برفع بدخل عمله صعبه من خلال الى مصر. ده نقدر نقول من خلاله نوفر الميه للمحاصيل الاستراتيجيه الهامه زي الذره وزي القمح. الحته الثانيه حضرتك عندنا محصول زي الرز. الارز محصول مهم جدا، احنا بنستهلك تقريبا حضرتك 5 مليون طن شعير من الرز. دول بينتجوا من 1.5 مليون
فدان. يبقى انا التارجت هذا اخر مساحه ليا الحد الاقصى ليا ما ازرعش اكثر من 1.5 مليون فدان. في حين على الواقع في السنوات الاخيره لولا ان رتع الدوله وخوض عقوبات المخالفين ان وصل عندنا 3.5 مساحه مليون فدان من مساحه الارز. طيب ازاي نقدر نقول طرق الري الحديث ازاي تساهم في ترشيد استهلاك المياه خاصه انها ليها جدوى وايضا المردود بتاعها من حيث الانتاجيه اعتقد ده افضل 1,000,000 مرة من طرق الري التقليديه. استاذن بس حضرتك يعني انا اسف الاجابه عن هذا السؤال يكون بعد الفاصل ونرجع نستفيد اكتر ونقدم مجموعه كده نصائح لاخواننا المزارعين حول اهميه استخدام طرق الري الحديث. فاصل مشاهدينا نستكمل بعد هذا الفاصل ان شاء الله باقي الحوار حول هذا الموضوع من نهار جديد انتظرونا. مرة أخرى جدت تحية مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وزلنا يعني في الحديث خاصة في ترشيد استخدام المياه بشكل كبير جدا وهذا الملف الأهم وبرحب مرة أخرى بضيف الأستاذ الدكتور محمد أمين مرواد أستاذ باحث مركز القومي للبحوث. أهلا بك يا فندم. قبل الفصل كنا بنتكلم على أهمية استخدام الطرق الحديثة في الري وطبعا من شأنها في المقام الأول ترشيد استهلاك الماء وأيضا تعظيم الاستفادة من وحدة الإنتاجية. يعني حضرتك شايف هذا الأمر إزاي؟ هو بلا شك بالتاكيد ان حضرتك الري الغمر القديم ان حضرتك بيصرف كميه في اسراف فيه في كميه الماء المستهلكه خاصه ان المزارع المصري اعتاد ان هو بعض اغلبيه المزارعين المصريين انه بيدي ميه زياده ويرجع يصرف ثاني في الصرف الزراعي الميه وهذا خطا ولازم يعاقب على هذا لازم الحد من دي جريمه اصلا يعني يدي احتياجاته الماء. لكن طبعا شوف ان اساليب الري الحديثه سواء الري المحوري او الري بالرش حضرتك او نظم الري بالتنقيط سواء تنقيط سطحي او تحت سطح التربه كل هذه النظم توفر لي من 40-60% من الاحتياجات المائيه لكل نبات تختلف حسب الظروف الجويه ونوع التربه او حسب النبات وهذه الكميه لا باس منها. يعني حضرتك ما نشوف محصول الموز لما بر في الاراضي اللي هي القديمه الطميه حضرتك بيستهلك له مش 12,000 متر مكعب زي ما سعادتك بيعدي تجاوز ال 17 يصل ل 20,000 متر مكعب سنويا. في حين احنا لو حضرتك تم ري قلب نظام في حضرتك الى نظام الري بالتنقيط هيبقى 10-12 متر مكعب. اوصي طبعا يعني حضرتك ان المساحات الفاكهه القديمه الغير مثمره ومنها مساحات انها تستبدل بالمحاصيل الاستاذيه زي القمح والذره ان الاشجار الفاكهه المثمره وبحاله جيده من الاثمار هذه المحاصيل يتم استبدالها بنظام الري التنقيط لتوفير من استهلاك الماء ورفع الكفاءه العظمى من استهلاك الماء. فحضرتك لازم ضروري وان الدوله توجهت فعلا بين تحويل نظام الري الغمر الى نظام الري الحديث سواء المحاصيل الحقليه لا تقبل الري بالرش او حضرتك ان احنا المحاصيل الفاكهه ان تحول من الري بالغمر الى بالتنقيط وهناك دراسات وابحاث ثبت نجاح هذا ولكن بالتدريج. طيب نتكلم برضو عن الارشادات العامه اللي احنا ممكن نوجهها لاخواننا المزارعين لترشيد استهلاك الماء تحب تقول لهم ايه برضو في هذا الامر يا دكتور؟ هو بالنسبه لاخواننا المزارعين يعني اعانهم الله بما هم فيه طبعا صحيح. اولا لكن هو لازم يعي ان قطره الماء يعني دم يعني حياه الماء حياه الماء شفاء الحياه فطبعا عدم الاسراف في الماء عدم الاسراف في الماء وزياده الماء يعني احتاج النبات ويبدا حضرتك يصرفه ثاني ده بهد بنيه بخلاف استهلاك ميه بهد بنيه التربه بغير من فسيجن نمو النبات. ان حضرتك ان المحاصيل زي محاصيل الرز وانصح الدوله ان تضع هذا حدا لذلك الا يزرع الموز ان يزرع محصول الارز اجباري حضرتك بالشتل وبالتالي انا اوفر يعني شهر لشهر ونص المده بتاعه الشتل بستهلك فدانين 2.5 ايراد من اللي زراعه فدان وبالتالي حضرتك انا بوفر من 20-25% من احتياجات المياه النبات. ان هو زراعه الاصناف الحديثه المستنبطه في مركز بحوث زراعيه وما الى ذلك اللي هي احتياجاتها من المائيه قليله. يعني مثلا الارز يحتاج من 6-7,000 متر مكعب هناك اصناف احتياجاتها المائيه قليله تصل 4,000 متر مكعب في حين موسم نموها قليل جدا وبالتالي هي وانتاجيتها عاليه جدا يبقى انا انتاجيه عاليه مع احتياجات مائيه اقل فاوصي المزارعين اتباع هذه الاصناف من الارز ان حضرتك يكون في دوره زراعيه دي اتبعها الدوله مع المزارع الدوله الزراعيه او الحوض او التوحيد المحصولي هذا يسمح للدوله او للمجموعه مثلا 1,000 فدان على بعض اتباع نظام ري حديث في المنطقه
ممكن توحيد المحصول وبالتالي نظام بيفوت في منطقة معينة بكل مساحة إجمالي المساحة، أو نظام رأي وبالتالي يسهل تنفيذ نظم الرأي الحديث على أرض الواقع، لأن المساحات القديمة في أرض قديمة مفتتة وصغيرة لا تسمح كل مساحة لاحدة أن يطبق فيها النظام الرأي الحديث إلا كان هناك دورة زراعية ومحصول واحد. طيب دكتور، عندنا الحمد لله رافد طبيعي من روافد المياه وهي مياه الأمطار، إزاي نقدر نعظم الاستفادة من هذا الرافد بحيث إن إحنا على قدر الإمكان نقلل الفقد منه ونستفيد من هذا يعني الكنز الكبير ربنا سبحانه وتعالى. سعادتك سؤال وجيه وحلو جدا. عندك عندنا مصر إحنا بنستفيد بس من الأمطار حضرتك 1.3 مليار متر مكعب اللي هم بيسقطوا على الدلتا، لكن عندنا على الساحل الغربي الجليات الغربية وليبيا حدود ليبيا سقوط أمطار، والساحل الشمالي وشمال سيناء معدل سقوط الأمطار من 20-70 ملي متر من على اللتر. هذه الأمطار نقدر نستفيد فيها أننا أزرع محاصيل احتياجاتها المائية تكون قليلة وفي نفس الوقت قيمتها عالية احتياجها عالي، زي محصول الشعير. محصول الشعير هو محصول طاقة وأقرب محصول في تركيبه المعدني أو العناصر زي فيه زي الذرة، وإحنا حضرتك أنت عارف نتيجة تداعيات ووجود حرب روسيا واوكرانيا والازمه في الاعلاف والحبوب. أيوة. ان احنا في هذه الازمه احنا حضرتنا نمتلك الى الاعلاف بديل. الشعير استخدام هذا الشعير محصول الشعير احتياجات المائيه قليله جدا، اقدر ازرعه على الماء المطري وابدا احل احلال تدريجي للذره الصفراء في تغذيه المشي. انا ممكن زراعات المطريه حضرتك نقدر نزرع زراعات مطريه، ازرع زي التين برشوم فاكهه ومش هزرعه بغرض حضرتك زراعه بس، لا ده انا هزرع التين بغرض ان انا مثلا 10,000 فدان ويقام عليه حضرتك مشروع تصنيع غذائي وبالتالي اشغل العماله واسترفع من كفاءه استخدام المي. عندنا في سانت كاترين يطبق ممكن زراعه حضرتك ابصال الزعفران. الزعفران محصول يباع بالجرام وهو اغلى التوابل على مستوى العالم واعلى المحاصيل الزراعيه ثمن ويسمى بالذهب الاحمر. بيحتاج مرتفعات عاليه موجوده في سانت كاترين، يحتاج الى حاره في الصيف في سانت كاترين، ويحتاج الى جو بارد وتحت البروده موجود في سانت كاترين. الفدان ينتج له في السنوات الاولى كل 3-4 بياخد قطفه من الابصال من حوالي من 3-5 كيلو، يعني من 150-200,000 جنيه كل 3-4. فاذا حضرتك نستطيع ان نوظف وندير مواردنا حسب احتياجاتنا وحسب ظروفنا البيئيه. مشروع تبطين الترع والمصارف، ازاي قدر هذا المشروع يساهم بشكل كبير جدا في ترشيد استهلاك المياه يا دكتور؟ هو بالنسبه حضرتك لتبطين الترع، بالنسبه لتبطين الترع زي ما قلت سعادتك سابقا تبطين الترع اصلا مصر تمتلك اكبر شبكه قنوات ترع وري على مستوى العالم الحمد لله. هذه الشبكه تفقد خلال مرور المياه والمسافات الطويله في خلال فرعي دمياط ورشيد نيل والقنوات الفرعيه منهم يفقد حضرتك 2.3 مليار متر مكعب اما عن طريق الترسيب او عن طريق البخ. نعم. اضف عدم التبطين وترك الترع والقنوات بدون تبطين ان حضرتك سماح لنمو الحشائش والنباتات المائيه التي تستهلك خلال نموها 7 مليار متر مكعب. اذا احنا عندنا فاقد 3 مليار متر مكعب كافلين ان يزرعوا 1.5 مليون فدان من القمح ينتجوا 5 مليون طن قمح، في حين احنا احتياجنا من القمح من 16-18 مليون، فرقم 5 مليون رقم لا يستهان به سعادتك. صحيح. اتمنى يا رب التوفيق وان يكون هناك فعلا تكاتف كبير جدا مع الدوله المصريه سواء من قبل يعني المزارعين وايضا كافه الجهات المعنيه بحيث ان احنا نقدر نوفر الاستفاده بشكل كبير جدا ونعزز يعني ترشيد استهلاكنا من المياه خاصه في ظل الزخم والتحدي الكبير اللي بيواجهه الحقيقه العالم في هذا الملف. كل التوفيق ان شاء الله باذن الرحمن لمصرنا الحبيبه في مثل هذه الملفات الهامه. نورتينا دكتور والله يا فندم. بشكرك جدا الاستاذ الدكتور محمد امين مرواد استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، نورتينا مره ثانيه. حفظ الله مصر واهلها. اللهم امين رب العالمين. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدي الكرام لحسن المتابعه، نتمنى يا رب كل موضوعات حلقتنا النهارده اللي ناقشناها في برنامج نهار جديد تكون نالت اعجاب حضراتكم. غدا ان شاء الله لقاء يتجدد مع حضراتكم، تحيات فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.